موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. استشهدت طفلة وجرح العشرات في دوما بريف دمشق جراء قصف من الطيران الروسي، كما دارت اشتباكات في منطقة ميدعة تمكن الثوار خلالها من أسر عدد من عناصر ميليشيا جيش التحرير الفلسطيني الموالي للنظام. على صعيد آخر، شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات استهدفت قاعدة لقوات النظام داخل اللواء 155 في مدينة القطيفة بالقلمون. دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط بلدة الحاضر بريف حلب، كما استهدف الثوار بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا معاقل النظام على تلة الحميدية وقرية عبطين وخان طومان، وحققوا إصابات مباشرة. هذا وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على بلدات فطومة وكفر داعل والمنصورة بالأطراف الغربية لمدينة حلب. استهدف الثوار بقذائف الهاون معاقل النظام في تل الصخر وتل عثمان بريف حماة، ودمروا دبابة على حاجز المكاتب في قلعة المضيق، في حين شن الطيران الحربي غارات على بلدات لحايا وتلعاس والجابرية ومدينتي كفر زيتا واللطامن. بسط تنظيم الدولة سيطرته على بلدة مهين وقرية حورين بريف حمص، كما تصدى لمحاولة قوات النظام اقتحام منطقة الدوا غرب مدينة تدمر تزامنا مع غارات للطيران الروسي على أماكن الاشتباكات. من جهة أخرى، قصف الثوار حاجز النبهان جنوب تلبيسة بالمدفعية الثقيلة وحققوا إصابات مباشرة، بينما تعرض حي الوعر المحاصر لقصف بقذائف الهاون. اندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على محاور جورة الماء وبيت علوان وغمام وبيت ملك بريف اللاذقية، سقط خلالها قتلى وجرحى من عناصر النظام، في حين شن طيران النظام الحربي والطيران الروسي غارات على مناطق الاشتباكات وعلى بلدات جبلي الأكراد والتركمان. في خبرنا الأخير، فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا أمس، وبحسب النتائج شبه النهائية بعد فرز 99% من الأصوات، استحوذ حزب العدالة والتنمية على 49.36%، وجاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الثاني بنسبة 25.43%، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 11.96%، وأخيرا حزب الشعوب الديمقراطية الداعم للأكراد بنسبة 10.66%. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.